الكريم، الأهالي الأفاضل، أبنائي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. باسم إدارة مدرسة الأبسم الغربية وهيئتها التعليمية، نرحب بكم أجمل ترحيب في فعاليات اليوم المفتوح الذي سنخصصه لأبنائنا ضمن نشاطات يشتركون فيها، تمنحهم الخبرات والمهارات المطلوبة في طريق الإبداع. تبيع بلادك، تحصد أرواح من أولادك، وترمي المدارس بالنار، أنت قاتل يا للعار، يا طيار ويا غدار. مستقبلنا لسه جاي، مستقبلنا لسه جاي، رح نرفع للحق الراي، وانت رايح مع بشار، قاتل قاتل يا طيار. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مدير مدرسة الأبسم الغربية جمع قدور الشيخ. قمنا بفعالية اليوم المفتوح وهو نشاط ترفيهي للترفيه عن التلاميذ لما يعانوه من خطر وأزمات الحروب في هذه المنطقة حاليا، فقمنا بعدة نشاطات من أجل الترفيه عنهم وكسر روتين العمل والدوام المدرسي. فقمنا بعدة نشاطات ترفيهية، منها أنشطة غنائية، منها أنشطة مسرحية، مسابقات، بالإضافة إلى تكريم المتفوقين في المدرسة وعدة أمور أجل الترفيه عن التلاميذ.